ده رد فعل العاجز. خلاص اللي عملوه ده هم صدروا امبارح وزاره الداخليه ما نفعتش، صدروا نفسهم النهارده مع وزاره الداخليه، ما شوف هيصدروا لنا مين بكره. يعني المجلس العسكري انت بتعمل مجلس عسكري بمحاوله، المجلس العسكري مسؤول عن الناس اللي ماتوا النهارده، ومسؤول عن كل الاصابات، ومسؤول عن عيون الناس اللي طارت. خلاص امال مين المسؤول؟ امي. كل الاوامر طالعه من تحت مين؟ من عند الاهلي بقى. وبعدين المجلس العسكري يطلع ورئاسه الوزراء تطلع تحيي الداخليه على اللي عملته، والمجلس العسكري بعد اجتماع طويل يطلع يقول ناسف لما حدث من مهاترات. كانه مش هو السبب، كان بيتفرج. يعني المجلس العسكري بيتفرج من التلفزيون؟ قالوا احنا اللي ضربناه. طب انت شايف المجلس العسكري بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ عجب الكرسي. خلاص المحاسبه وحمايه مبارك عجبه الكرسي. هو بقى شايف ان هو عايز يبقى فوق القانون، عايز يعمل دستور يبقى هو بره الحاله بتاعته. خلاص انا بقول ان حسني مبارك ما زال بيحكم الجمهوريه العربيه جمهوريه مصر العربيه. خلاص حسني مبارك ما زال هيحكم، والباقي موجودين دول مساعدين. بس طب هجومك على الشيخ حازم وصلاح اسماعيل كده؟ انا بهاجم مش الشيخ حازم ابو اسماعيل، انا بهاجم موقف، بيهاجم الموقف، موقف الشيخ حازم ابو اسماعيل انه قال للناس انا هعتصم يوم الجمعه. لا ماشي، انا عارف ان احنا هنتضرب. الشيخ حازم ابو اسماعيل، لا سمحت، لا سمحت، الشيخ حازم ابو اسماعيل اول من قال اعلن الاعتصام ثلاث اسابيع قال نعتصم هنا يوم جمعه. لو سمحت، لا يوم جمعه، بقول لحضرتك، بقول لحضرتك شيخ حازم ابو اسماعيل، حازم ابو اسماعيل بتاع انه يوم 18 نوفمبر سنعتصم ولن نترك الميدان الا اذا ادولنا جدول زمني لتسليم الصوره. وبعدين جه نعم ايوه، انا ما اقدرش امنع اللي عايز يعتصم يعتصم. في فرق يا استاذ، لما تبقى قياده، لما تبقى قياده خلاص وتقول انا مش هعتصم، يعني بتاخد الناس وتمشي. لكن لما تبقى شخص عادي تقول لي هتعتصم اقول لك لا انا مروح. خلاص بما انه قياده وله مريدين، اما يطلع يقول انا مش هعتصم واللي عايز يعتصم يعتصم، دي تصريح، تصريح مع الناس بان الناس تروح. فساب الناس، وبناء عليه الناس كانت قليله يوم السبت، فتسحلوا، اتسحلوا امبارح وتسحلوا النهارده. خلاص ده بسبب ان هو قال للناس انه هيعتصم ثم سابهم ومشي. جه امبارح وقف شويه وقال انا رايح، رايح. هو قال ايه؟ انا جاي اعتصم في الميدان، انا ماشي عشان بكره هيقابل المجلس العسكري، ثم ذهب ولم يعد. خلاص على عيني وعلى راسي، هو مصري اكتر مني ومسلم اكتر مني، وعمول كل اللي انتوا عايزينه. خلاص لكن كموقف وطني لا، هو بيركب الموجه، وما يجي دلوقتي هو بيركب الموجه وبيستغل تواجد الميدان عشان يقول لهم انا معاكم على عيني وعلى معايا. انزل وانزل على رجليك واقعد معايا زي ما ابنائه في الميدان من يوم. ايوه هو حمص في الميدان. ابنائه مين؟ ابن خالته، ابن عمته، ولا مريديه؟ مريديه. لا مريديه دي يروح يعملها في الكامع، المريدين دول في الكامع يا استاذ. طب انت بتطالب المتصورين بايه يا استاذ محمد؟ نعم بتطالب المتصورين بايه؟ يعني ايه بتطالب؟ يعني دكتور بالثبات ولا احنا بالثبات طبعا متصدر قوات الانظمه؟ احنا هنظبط وموجودين بعد اللي موتنا. الناس ماتت، خلاص الناس ماتت والمصابين فوق الالف والعيون طارت، والاخر عايز ناخد بنفسي واروح اقعد في بيتنا؟ لا مش هيحصل. خلاص بس هو ده اللي اقدر اقوله. وبالتالي نعم للاسف لانها مش بتاعه حد، هو جاي يهش شويه والاخوان يهش شويه وعمر حمزاوي يهش له شويه وزي يهش له، كل واحد فيهم بيهش له شويه. لا في فرق. بص يا استاذ، بص يا استاذ، هو يا جماعه ما خبطش، والله ما خبطش. بص يا استاذ، بص احنا ما بنخبطش في بعض. انا رحت وقلت لو سمعتوا احنا في فتره تجميع، عايز ينزل الميدان اهلا بيه زينا زيه، لكن على عربيه والمريدين قدامه والشيخ حازم ابو اسماعيل ونمشي وعشان نقول ان احنا مع الجماهير الوطنيه، لا ده اسمه خطف للموقف، ده اسمه ركوب للموجه. خلاص بيفعله هو وكل القوى السياسيه بلا استثناء، بلا استثناء، لا ليبرالي ولا علماني ولا سلفي ولا اخوان مسلمين ما بيركبوش الموجه. الناس دي بتموت هنا
وهم قاعدين في مكاتبهم والاخر يجوا يقعدوا خلاص يتكلموا ويقولوا ايه الثوره واحنا كنا في الثوره من يوميها وفي شخصيات قالت يعني قالوا بدون زي اسامي يا استاذي قالوا انهم كانوا في الثوره من يوم 25 وقالوا انهم كانوا موجودين 28 خلاص وهو مسلم وقال ما بكذبش كذب حلو وبعد كده لما حسوا ان الثوره نجحت السلفيين اللي كانوا بيقولوا ممنوع النزول والنزول حرام والخروج عن الحجم حرام طلع انهم لا الثوره حلال ما ياش اهلا بيك معانا يا سيدي خلاص لكن كل واحد عايز ياخد له حته من التورته سريعا يسيبونا احنا كاننا في موقعه احد فكله عايز يلم الغنايم لا يقوم الشيخ حازم ابو اسماعيل لما يلاقي الناس ماليه الميدان يقوم يجي يركب لا تعالى انا ما عنديش مشاكل انت وغيرك انزل على رجليك زي ما انا نزلت على رجليك من اول الكوبري ودخلت حد بيقف على مصر ودخلت من الكوبري كده لغايه هنا ووقفت اهتف امشي اتضرب بغاز اتضرب برصاصه اموت اختي تموت اخويا يموت ماشي لكن انت جاي بالحاشيه لسه للاسف والله ما حد ما عدى ينفع تقول لي بس احنا بنجمع لا انا ما اتجمعش واطرب على قفايا انا اجمع لما ينزل زي ما انا نزلت لما يقف زي ما انا وقفت هم منظمين لا 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 لا, لا, لا. ما تقولش هم منظمين انا اقدر اعمل اللي هو عمله ده اقسم بالله العظيم لو عايزنا ندخل لك بكره بألف واحد بألف واحد بيقولوا محمد العدل اللي عاملها لك الصبح ابقى راجل ما بفهم حاجه لو انا على الساعه 5 بعد الظهر بكره دخلت لك عايز 1000 هدخل لك ب1000 عايز 2000 هدخل ب2000 عايز 3 هدخل ب3 خلاص الموضوع مش كده كله بحساب خلاص هو راجل له مريدين على عيني وعلى راسي في الجامع هناك خلاص يقول واخد بالك يوعظهم على عينه وعلى راسه خلاص لكن تلاقي دول تيجي تقول خدوا بالكم انا اللي نازل رئيس جمهوريه لا الكلام ده عبد الله مع احترام الشديد قال لك الناس كلها مشكوره.